حكاية الليلة ماشي طويلة ولكن إيجابية مليون في المية، فيها أمل ورسالة قوية لكل إنسانة كتدوز مشي مرحلة إحباط أو فقد أمل أو لحزن أو لأي كان من هاد العائلة السلبية. حكاية الليلة هي عبرة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه تنقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دارك. ما بين الاسماء المستعاره اللي كتقترحوا عليا غادي نختار اسم امل، لانه هذا الاسم بالذات كيعبر على الحكايه نتاعنا نتاع الليله. فخليني ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. امل كتقول قصتي الليله فيها طفولتي ما كتهمش، لانني عشتها مزيان مع والديا اللي هما كانوا ميسورين ماديا. قريت حتى خديت الاجازه ديالي في 2012 غادي ندخل نخدم في واحد الشركه نقيه في واحد البوست اللي كان مزيان. اول تجربه كانت في حياتي غادي تدوز مزيان الحمد لله. كنت ما بين خدمتي وما بين دارنا وكنت بخير، ما كانوش عندنا اضطرابات في الدار لا مشاكل ولا والو. غادي نخدم في ديك الشركه بهذا الطموح انني نترقى فيها واحد النهار. هذيك السنه بالضبط اللي انا خدمت فيها واحد اختي اللي كانت تجمعني بها واحد العلاقه نتاع الصداقه واللي كانت اكثر من الاخوه غادي توش، وانا نوعا ما ما تقبلتش هذاك الفراغ اللي خلات ليا. فهاد اللحظه غادي نتلاقى بواحد الانسان ولا واحد السيد اللي كان يخدم معايا في نفس الشركه واللي كان قل مني في البوست ولكن كان كبر مني بتسع سنين. غادي تكون ما بيناتنا واحد العلاقه عاديه، علاقه تاع صداقه وصافي. كنخرجوا كنجمعوا كنتناقشوا كاي اصدقاء. هو ما كانش ساكن في ديك المدينه فين انا كنت كنسكن، وفي خدمته كان ديما كيدير لا نافيت. المهم غادي تبدا علاقتنا بصداقه، حتى غادي يقترح عليا واش انني نقبل نتزوج به، بما انني كنت كنحس من جهته بمشاعر ارتحيت ليه وقبلت. والدي في الاول رفضوا، ولكن فاش شافوا اصراري ليه داروا ليا خاطري. في 2014 غادي يجي ويجيب عائلته اللي كانوا ناس الله يعمرها دار، وهنا غادي يقترح عليا اننا بلا ما نخرجوا نقلبوا نكريو ولا نشريو، فمن الافضل اننا نسكنوا مع الام ديالو، لانه خوتو كل واحد فيهم ساكن في مدينه واحده اخرى، وراه الام ديالو ما معاها حتى شي حد، وهي كتقي خدامه. فداك الوقت الناس كانوا كيقولوا ليا اذا سكنتي بهذا الشرط ما غاديش تكوني حره، وما تقدريش تصرفي بداكشي اللي انتي باغياه. قلت ماشي مشكل، غادي نعيشوا كاملين، امورها حتى هي خدامه، واستهنت بالامور. هو من خطبني في داك الوقت كان بدل الخدمه نهائيا ومشى لخدمه واحده اخرى. من بعد ما اتفقنا والديا هما اللي غادي يتكلفوا ليا بالعرس، وداروا ليا عرس فخم في اكبر القاعات في ديك المدينه فين كنسكنوا. من بعد سافرنا واحد 3 ايام وغادي نرجعوا لدارهم. دوزنا العام الاول، في الاول ديالو ما لقيتهمش من هذاك النوع اللي تيطيبوا الماكله وكيتجمعوا عليها بحالنا كي تنديروا في الدار ويمكن الاغلبيه ديالكم. لا، كنت تنتلقاهم غير سندويتشات وشي تيشرق وشي تيغرب وكل واحد شنو تيعجبو، وما كاينش الحس نتاع العائله. فهاد الوقت انا غادي نجيب واحد المساعده باش نخلق هذاك الجو، فكنت كنتقدى ليها وكنخلصها انا باش طيب لينا وناكلو مجموعين. من بعد 3 شهور على زواجي به غادي نحمل بولدي، وحملتي غادي تدوز شي شويه صعيبه. المهم ولاد درنا اسبوع كبير اللي ما قصرش فيه لا هو ولا امو، اسبوع بحال العرس العماريه والجلسه. المهم كانت فرحه كبيره بهذاك الولد. دوزت 3 شهور ديال الراحه من بعد الولاده ورجعت للخدمه. فهاد الكونجي تاع 3 شهور غادي يعطوني واحد المبلغ مالي. قلت انا منين شديت مبلغ شويه مهم ومحترم اجي نشري به طوموبيل، حيت راجلي ما عندوش. قلتها لبابا هو اللي غادي يتكلف وغادي يزيد لي فوق منها شي بركه ديال الفلوس باش شريت الطوموبيل. في دوك الاوائل فاش كنت كنسوق بوحدي غادي نخرج انا والبنات، وهنا غادي نلقى مع واحد السيده واقف معاها، وهنا غادي يبداو المشاكل، ولا يخفي عليا التليفون ديالو ولا يخبي عليا الكود. كنكون ناعسه حتى كضربني الفيقه بالليل وما كنلقاش الراجل حدايا ناعس، وراه غير على بروشه التليفون. بقيت كنعيش معاه على هاد المعاناه كل نهار كل نهار، حتى حصلته مع واحد السيده قال لي انا راه هكا داير. قال لي عجبك الحال مرحبا، ما عجبكش الحال سوقك هذاك. انا ديك الساعه كنت باقا صغيره وعندي الولد وتنقول لا راه خاصني نصبر، وفاش ما كنقدرش كنتعصب وكيطلع لي الدم وكنوض كندبز معاه وكنعاير، ومرارت العيشه وحرارت عليا. وسط هادشي كله انا اللي كنت هزه عليه كلشي من الاول حتى الاخر. كنت جايبه واحد السيده اللي كانت مقابله ليا ولدي وتنخلصها، والمصاريف ديال الدار انا اللي كنت مكلفه بهم. ورغم هادشي غادي يبقى كل مره تنحصلوا مع ديك السيده. كنت كل ويكاند ولا سبت وحد كنطلع لدارنا كنبات معاهم، فاش كنجي كنلقى في بيتي ديال النعاس حوايج ماشي ليا، ومرارا وتكرارا وهادشي كيتعاود. انا كنتعذب وكنبقى كنطلب فيه، وهادشي راني خدامه وحسن منه وكنسافر كثر منه بزاف ديال الامور. واحد المره غادي نلقى واحد البلاستيكه فيها شويه ديال الشمع اللي كيديروا به الاجواء الرومانسيه. تقدروا تسولوني على مو، كانت كتكون عند اختو اللي كانت يلاه والده كتمشي كتقابلها، وانا كنت كنمشي كنطلع على والديا وهو كيمشي كيستغل داك الفراغ. واحد النهار بلا حشمه بلا حيا قال لي غادي نتزوج بها. قلت ليه لا انا ما غاديش نقدر نخليك،
هو اصلا ما قادرش لا ماديا ولا معنويا لا عليا ولا عليها. كنحلف لكم بالله اذا حطيتوني وحطيتوه شكلا بيناتنا 100 سنه ضوئيه دليت باش نكمل هاد العلاقه. الليل هو ما كاينش فيه وجالس من الخدمه وفين ما ندور كنلقى هاز التليفون وهذاك التليفون ما عندكش الحق تقيسيه. واحد النهار غادي تصوني عليا واحد النمره ما عرفتهاش. الو شكون؟ انا فلانه. ويلي منين جبتي نمرتي؟ شنو بغيتي؟ بغيت غير نقول لك بلي راجلك راه معايا وراه داني لهاد البلاصه ولهاد البلاصه. وبقات كل مره كتصوني عليا باش تفقصني بفعايله. واحد النهار غادي يكذب عليا ويقول لي انا معروض لواحد العرس مع صحاباتي، عطيتو الطوموبيل اللي حاطه فيها فلوسي ودمجوفي عطيتها لي باش يمشي بها. اذا به كنلقاها هي حاطه ستوريات ديولها في ديك الوقت من طوموبيلتي، كنت مرات راسي بها وغير حاضيها. وفين غادا وشنو كدير باش نعرف التحركات ديال راجلي؟ عن طريق داكشي هي اللي كتشارك عندها في وسائل التواصل. واحد النهار لقيتها واقفه معاه وكنت خارجه من الخدمه، وقفت عليهم سولته شنو هادشي. قال لي صافي سيري في حالك، ماشي جا مني انا اللي مرتو ولا تزعزع ولا تفافح حيت شافني، لا معامله احسن مني وحتى من الحقوق يمكن كنعطيهم ليها اكثر مني. تخيلوا كانت فيا كذا و60 وبديك الفقايس غادي نتل حتى هبط ل 49 وليت حالتي حاله. كان يهز لي طوموبيلتي ويديها كل مره فين هي بغات. غادي تدور لي في راسي ديك الهضره لا ولا اللي كانوا قالوا لي قبل ما نتزوج بلي انا وحنا ما غاديش نكونوا مرتاحين اذا كنا ساكنين مع مو، لانه ما غاديش يكون عندنا حياه ديالنا كيف بغينا. غادي نوض نمشي نشري بارتما كامله غير انا بوحدي. وراكم عارفين باش تشري وتدخلي وتحفظي والتفاصيل وحده اخرين راه فلوس صحاح. من باقي صغير وعاد بادي في الحياه تزير ديال بصح. انا شريت الدار والفراش قسما بالله اذا غادي يعاونوني والديا فيه، من المعالق شروهم ليا، من الالات ديال الدار، ثلاجه، ماكينه ديال الطبين، من حمام عاودوه ليا، من بيت ديال ولدي، بيتي، صالون، كلشي كلشي في ديك الدار داروه ليا والديا. هو ما فاتش هاد العالم. والديا كانوا تيقولوا ليا ما عندك ما ديري صبري معاه، انت اللي اختاريتيه، فينا ما نطلقوك ولكن ما بغيناش نديو الذنب نتاع داك الولد. هادشي كله درته غير باش نعيش الحياه اللي تمنيتها، وربما تكون هاد النقطه هي سبب تعاسنا. هنا غادي نقول ليه يلا نمشيو نعيشو حياتنا بوحدنا في دارنا الجديده، غير حنا غادي نمشيو؟ غيتقلب عليا. كندوي معاه ما تيجاوبنيش، ما خليت ما درت معاه، غادي يرفع عليا الدعوه نتاع الطلاق ثلاثه ديال المرات. وكانت كتوصلني لدارنا لانه لاكارت ناسيونال ديالي كانت على الدار ديال والديا. كنمشي نشوف الدعوه وكنجي للدار كنطلبو. تخيلوا والله الا كان بوس لي رجليه قسما بالله الا كان طوح عليهم، حيت ما بغيتش حياتي تدمر وحياه ولدي نتعس عليه بالفراق. تقاتلت باش ننجح هذه العلاقه باي طريقه ولكن والو. ربي ما بغاش يكتب لديك الحياه انها تستمر. بقيت غاديه هكا كنطلب فيه والو، وهو غير ما غادي وكيزيد وكيفرعن. تيقول لي صافي اختي دابا نطلقوا، واذا شي نهار بغيتينا نرجعوا نرجعوا، انا دابا ما باغيش. انا مع بالي كنت تنقول والله اعلم اكيد كانت شي حاجه ديال السحر، لانه الوقت اللي كنت فيه باقا مع دارهم ما كانش حاملني، وحتى ولدي اللي كانت عنده عامين كان نافرني وما تيبغيش يبقى معايا لدرجه رهيبه كانهم كانوا كيشوفوا فيا شي انسانه خايبه. المهم انا في ديك الوقت فاش هو تيرفضني كنبدا كنغوت وكنضرب في راسي، وجاتني صعيبه لانه ورغم انه انا اللي قابله عليه شكلا وماديا ومعنويا وباي حاجه قبلت عليه بها، علاش ما يبغينيش ويفضل عليا وحده دون مستوى؟ لا خدمه لا مستقبل لا والو، ما كايناش بيناتنا المقارنه. هذا ماشي تكبر لكن حقيقه اللي كانت كتخليني كنطرح هذا السؤال، علاش هي وماشي انا؟ عييت ندير الاجواء ونتقرب منه، نفيق على النبوري على قبله، ندير ليه الفطور، نجيب ليه الكادوات، عييت ما نطلب ونتقاتل ونتذل، وحتى شي حاجه ما نفعت معاه. ديك خيتي كانت دايره ليا الطلاميس، قراتني واحد القرا اللي عمرني نسمح ليهم بزوج عليها. المره الرابعه فاش غادي يرفع عليا دعوه ديال الطلاق قلت صافي صافي يا امل بركه ما غاديش تزيدي تدلي اكثر، غادي ندوز الجلسه الاولى، الجلسه الثانيه غادي نرجع نطلب فيه، والثالثه عييت ما نطلب فيه والو، حلف داك السيد لا بغى. القضيه كتسولني واش دارك واش الطوموبيل ديالك شنو كتخدمي شحال كتخلصي، كتشوف فيا واحد الوقيته وهي تقول ليه واش الله عطاك مرا بهاد الشروط كلهم وباقا صغيره وغادي تخليها. هو غير حاني راسو ما قادرش يقول حتى حاجه، غادي نطلق وانا صغيره وعندي وليد وخدمه ودار. دازت عليا 2017 كلها عذاب عمرني ما ننساها، 360 ليله بالحساب ديال القرا والدل، ولا ليله دوزتها مرتاحه. من مورا ما طلقنا بالنسبه لعلاقتي معاه كانت نوعا ما مزيانه، كنا تنهضروا غير على ولدنا. فاش طلقت به سديت وقفلت ديك الخزانه نتاع واش شي نهار كان هاد السيد راجلي. انا والدي ناس حاجين ومسدينين وتيعرفوا ما بينهم وما بين الله ومستحيل نختص لهم وجههم. نزيدكم بلي لا
ماشي هنا فين كانت نهاية الأحزان، حيث هنا غادي يبدأ عذاب واحد آخر واللي هو نظرة المجتمع. الناس كلهم نادو كينصحوني، لا راسك مغطي حسن من راسك معري، وأنا ما قدرش نجاوبهم باللي أنني راني تدليت وعييت ما نطلبه باش ما نطلقش، ولكن هو كان مصر. جا واحد النهار يالله بديت كنهز الراس ونتقبل أولا كنتأقلم مع هذا الوضع الجديد، حيت بقيت مستقرة في داري بوحدي مع ولدي. جا واحد النهار ما بيا ما عليا حتى غادي نمشي لدارنا وغادي نلقى الوالد ديالي غضبان عليا. علاش؟ حيت جا شي واحد تيعرف خويا قال ليه بلي انه امل راه انسانه فاسده وانا راني كنخرج مع الرجال عزكم الله، وبلي شي واحد خدام معايا مستغلني من جميع النواحي. وخويا كان تيمشي عند الدار كيعاود لهم عليا، وياه على عذاب اللي تعذبت في هذيك الوقيته. كيفاش غادي نقول ولا نبرهن للوالد ديالي اللي ديما بجنبي بلي انني راه بريئه؟ ما خليت حلفت، ما خليت ضربت راسي، ما خليت ما درت. شهور ديال العذاب مع الوالدين اللي فيها كتحسي براسك مدلوله وما عندكش قيمه، وكتباني ليهم انسانه فاسده، وانا والله العظيم الا بريئه. انا في ديك الوقت كنت فعلا تنعرف واحد السيد اللي ما عنده حتى شي علاقه بخدمتي، ولكن بيناتنا ميساجات في التليفون لا غير وعلاقه محترمه. غادي نمرض واحد المرضى وما تقبلتش هذا الشيء اللي عاودوا قاليا من جديد؟ كيفاش غادي نبرر هذا الشيء وحنا في العائله عندنا هاد الامور خط اكثر من احمر؟ يعني راه كارثه. مهم نهار على نهار بدا كيتهد من هذا الموضوع. كيفاش؟ خويا عنده واحد المحل ديال السلعه، قال لي بلي انه جا عنده شي واحد اللي بغى يتقدم من عنده السلعه، فبدا كيجبد هو ويا الهضره ويقول ليه راه تعرفت على واحد السيده فين خدامه اللي كانت هي انا. هاد الشخص بدا كيقول لي راه ديك خيتي فاسده وخارجه على الطريق. هو غادي يمشي كيقولها لوالديا. انا قلت ليه مادام انه هاد الكليان ديالك يعني خاصو يرجع عندك من بعد وتشوف الجديد ديالو شنو هو، لكن من هذاك العهد ما بقاش رجع عنده. وبداو دارنا كل مره كيسولوا خويا واش رجع هذاك السيد، واش رجع هذاك السيد. هنا بداو كيحسوا نوعا ما بلي انه هذا الامر افتراء اولا كذب، وبلي انه خاينه جابها غير باش يجبد لي المشاكل مع دارنا. من بعد هاد الطمه الكبرى غنتلاقاو بلي انه ما كاين لا سيد ولا حتى شي حاجه. هذه مرت خويا اللي عمراتو عليا ولصقات ليا هاد التهمه. المهم بعد مده على هادشي داك السيد اللي كنت على تواصل معاه بالتليفون وكان باقي مازال شاب قدي وغزال ما شاء الله غادي يتقدم لي باش يخطبني في 2020، دارهم في الاول بحال ما كانوش بغاو، ولكن فاش هو اصر ما رفضوش ليه. انسان رائع وعنده بوست زوين وحنين وتمناه اي بنت. بينه وبين الطليق ديالي سنوات وسنوات ديال الفرق، لا في الادب ولا في التعامل ولا في التربيه، لا شكلا ولا مضمونا، وعلى راسهم الرجوله. سبحان الله ربي عوضني به، تيغير عليا تيبغيني كيحماق على ولدي. بالنسبه لولدي خليت لي علاقته مزيانه مع باه وما دخلته في حتى شي حاجه شخصيه ديالنا، وحتى علاقتي مع طليقي خليتها مزيانه، ولكن غير على ولد ولدي اللي كيجمعنا. فاش خطبني هذا الراجل هنا خويا غادي يبدا كيتنادم معاه الحال على الباطل اللي طيح عليا، ولا بغى غير يراضيني باي طريقه حيت حس براسو بلي انا ظلمني. ومرتو مفرعنا غادي تقلب عليه هذاك الشيء ديالها حيت اكتشف بلي انها غير كذابه. تزوجنا وخرجت من الخدمه ودرت البروجي ديالي اللي كنت كنحلم به من ديما. الحمد لله من بعد هاد السنين ديال العذاب انا اليوم مستقله، وديك الدار اللي شريت كريتها وسكنت مع راجلي ولله الحمد. ماديا ما عندي حتى شي مشكل. درت بروجي ديالي فيه سبا صالون قداش هو كلشي تيهضر عليه. اقسم بالله الا في مده عام تيسرات لي الامور. هذاك خويا باش يرضيني شرى ليه واحد المحل وكرا ليا بواحد الثمن لي جد جد بسيط، وقال لي ما غاديش نتخلص معاك حتى توقفي على رجليك. هادشي كله دارو غير باش يكفر على داك الذنب اللي دار معايا. الحمد لله انا عندي دابا من اكبر لي سونتر في هاد المدينه اللي كنسكن، رجعت عايشه في واحد الراحه وواحد السلم وواحد السلام. اجي نقول لكم الاخر تاع كل واحد فيهم اللي اداني شوق عليه. الطليق ديالي بقى بحال هكاك، حالته غير ما غداو تتكفس، خدمته هي انه كيتسخر على عباد الله في واحد الشركه، والطوموبيل هي الاخرى ما قدرش يديرها، باقي ساكن مع امه ما زادش قدم حتى شي حاجه من حياته. هذيك خيتي ما تزوج بها ما حتى حاجه، اما هي تزوجات ولدات واحد البنيته من اطفال القمر اللي عندهم سرطان ديال الجلد وما كيتحملوش الشمس. الله يشافيها ويشافي الجميع. وقعوا ليها مشاكل مع راجلها. من بعد هادشي كله جات كتقلب عليا وعلى نمرتي باش تطلب مني المسامحه. غادي تمشي عند جدات ولدي اللي قالت ليها عفاك عطيني النمره نتاع امل، بغيت نطلب منها المسامحه. قالت ليها حماتي الاولى لا، لانه يكفي انك دمرتي ليها حياتها الاولى. العائله ديال الطليق ديالي بما انه خليت علاقتي معهم مزيانه وعارفين شنو داز عليا، فولو تزوجت المره الثانيه العلاقه ديالي بهم باقا بقمه الاحترام. الحمد لله سنين دازوا صعاب
ولكن انا اليوم حوضني مولانا عليهم. يمكن والله اعلم حيتاش عمرني ما قدرت انني نادي شي حد، وكنخاف مولانا بزاف، ومن داكشي اللي وقع ليا شديت في صلاتي بيدي ورجلي، والناس اللي هما خدامين عندي اليوم وعمرني ما كليت لشي حد فيهم درهم هو التالي. عمرني ما حقرت على شي حد، تظلمت وعمرني ما ظلمت. داكشي باش مولانا اليوم ولله الحمد عطاني على قد نيتي، وفوق هادشي اختاريت باش انني نهز راسي ونتقاتل على وديتي انا وعاد ولدي، وما نبكيش وما تأثرش بالنظرة ديال الناس او لكلامهم. اختاريت نحقق الحلم ديالي بالقرآن والدعاء والخدمة والصبر. قصة قصيرة ولكن فيها عبرة كبيرة. نصيحة من هذه القصة خصوصا دوك البنات اللي اي وحدة كتحط عينيها على راجل مزوج راه مشكلة كبيرة. كريف ديك المخلوقة مسكينة اللي سد عليها في الدار وما عارفاش انتي سرها، تقي فيها مولانا من ديك القهرة اللي انتي ما ضايقاهاش. عمرك ما تبني سعادتك انتي على تعاسة الاخرين، لانه ربي سيحسن الانتقام. ديك السيدة طلقتني وربي انتقم منها احسن انتقام. وهذه هي كانت حكاية أمل، حكاية رائعة فيها أمل، فيها إيجابية، فيها رسائل خصوصا للمطلقات من نظرة المجتمع ديالهم، الكلام اللي كيسمعوا بلي أنه هاد الأمور ما خصهاش توقفك. وإذا كنتي كتشوفي راسك أنك عايشة في وسط واحد العالم اللي هو ما غادي يخرجك لتا شي حاجة وغادي يركب في ولادك الأمراض ويركب فيك حسنتي أمراض، من الأحسن أنك تعتقي راسك. هذا أحسن هدية غادي تديريها لروحك، ويمكن لك تبدأي من الزيرو. لحسن حظ أمل أنها لقات والديها في جنبها، لقات خدمتها في جنبها، ولكن إذا أنتي ما كانش عندك هذا الشيء ضمنيه هو الأول، وديك الساعة تعتقي راسك من داك الغار الأسود. إن أبغض الحالة اللي عند الله هو الطلاق، ولكن إذا ما كنتيش مرتاحة وما كتلقايش راسك في وسط هذه العلاقة ما كاينلاش تأدي نفسك والمحيط اللي داير بك. هذه كانت حكايتنا الليلة، كنتمنى أنها تكون نالت إعجابكم، أعطتكم واحد نفحة إيجابية. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام سلام.